مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ام بتبيع قبل ما نبداو. ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة باش يوصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. اليوم وزارة الداخلية تكشف عن عدد المشاركين اليوم في مسيرة حركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب. اكد مصدر امني في تصريح اعلامي ان عدد المواطنون الذين شاركوا اليوم في وقفة احتجاجية مناهضة لمسار 25 جويلية بدعوة من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب يتراوح ما بين 950 و1000 مواطن. كما أوضح ذات المصدر أنه باعتماد وحدة القيس فإن تعدد المواطنون في محيط المسرح البلدي لم يتجاوز 1000 وفق تصريحه. كما قلنا هذا ونشير إلى أن النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي كانت قد تحدثت في كلمة لها على هامش الوقفة المسيرية عن حضور 30,000 محتج. كما قاعدين تسمع معنا وزارة الداخلية معنا أوضحت قالت ما بين 950 و1000 ما يفوتوش. والنائبة الأولى رئيس البرلمان المنحل كما قلنا سميرة الشواشي قالت أنه ثم 30,000 معنا محتج وذي حاجة مش سياحة. حاصلوا ما نطولش عليكم الكلمة الأخيرة عندكم أنتوما وقاعدين يتوعدوا معنا الليلة بعد نصف الليل باش تصير برشا أحداث كبيرة. حاصلوا ما نطولش عليكم إن شاء الله ربي يقدر الخير وربي يسترنا وكا وما عندي ما نقول. الكلمة الأخيرة عندكم أنتوما كما قلت وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع. Thank you.